بعدين لما نطلع دور الصفرة هتجيب لنا طبعا عشان العلف غلي كويس سعرها كويس دلوقتي. لا ما هو ما فيش اللي انتوا عايزين ايه انتوا نص زرع قليل قليل جدا من بره الصفرة لان العائد مش كويس قوي. انا العائد مش كويس فعايزين برضه السعر يزيد زي القمح والناس تزرع برضه ورا صفرة عشان هيشجع الناس. ايوه يعني انا الدورة الصفرة عندي تلتين وبعدين برضه وبعدين عندنا الارض الصحراوية في العياط بيزرع بالطبقيط. الفدان النهارده القمح بيجيب كام؟ بيجيب 24 اردان ما شاء الله. ليه؟ المناخ الجو في الجبل تمام احسن من الارض السمراء. الارض السمراء ما بيزيدش عن 18 انما الارض الصحراويه بيزرعوا بالطمقيط بيزرع خير بالطمقيط وقطه بالطمقيط وذره بالطمقيط وقمح بالطمقيط ويا ريت كل الاراضي الزراعيه السمراء تزرع بكده. انا اعرف واحد عايز زرع 10 فدانين موز بالطمقيط بيوفر في الميه. وانا اشكر الرئيس السيسي وبقول له الى الامان الرجل الذي عرب ربينا الى بر الامان وانقذ شعبه من نفق مظلم ويد تبني ويد تحمل السلاح تمام. لانه عمل طبعا تبطين الترعه هيوفر 5 مليار متر مكعب للدوله. صحيح يعني صحيح. بعد كده مش هقول ايه لوزاره الري عايزين ميه هتبقى الميه مخزونه وكل حاجه بس عايزين نوسح في الاراضي الزراعيه صحراويه. واخد بالك اللي انت قلته انت محتاج ان صغار المزارعين ياخدوا مساحات ويا ريت كمان سينا نزرعها بالبشر كمان. انا مستعد اخد ارض هناك وازرع وبالتمقيط الرش العلوي. انا رحت ابو رواش الرش العلوي والسفلي جاب انتاج حلو قوي وكان معانا وزير الري وكان معانا محافظ الجيزه وحاجات زي كده وانا كنت متواجد معاهم يعني حاجه حلوه قوي قوي يعني الخط 75 نقطه الماء بتنزل على 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 الجدر بتاع الزرع تمام. الاسمده بيوفر اسمده الظهريه ما فيهاش حشيش يعني بيوفر عماله وبيوفر ميه وبيوفر اسمده. يا ريت كل الناس تعمل كده المزارعين وبنقول لهم يعني وبنشيدهم نقول لهم يا ريت تعملوا زواج بحري. دي رساله وصلت من حضرتك للدوله وانت دلوقتي بتقول لي الدورة الصفراء دي اكتر حاجه اكتر حاجه ما ينزرعها عشان طبعا العلف العلف غالي غالي والمواشي النهارده اللحمه غاليه. اللحمه دي مش عايز اتكلم فيها مش على كده 50% يعني عشان ايه برضه يعني العلف غالي العلف غالي وعلف كتير عندنا هنزرع يعني الدورة الصفراء يحل موضوعين يحل موضوعين لو سعر مناسب المزارع هيروح ونركز كمان على القمح والدورة الصفراء والدورة الصفراء وبرضه الفويل السوداء برضه عادي. طب انت كاتحاد بتقنع بقى المزارعين احنا بنعمل ورش عمل في المقر بتاعنا يزرع ده او ده ايوه بنعمل احنا على 27 محافظه تمام. المقر بتاعنا في شارع الجمهوريه بجوار مسجد الفتح وبنعمل ورش عمل لا حكومه تدعمنا ولا منظمه من جيوبنا موجود ايه خدم وتطوعي بس عشان تقنع الناس كويس محتاج انك تزودهم الاسعار. جميع النقابات بتيجي عندنا تمام. عندكم القصب عندكم ايه عندكم زرع الفول السوري عندكم ايه عندكم القمح عندكم عامل ازاي يعني بنتكلم في الورش العمل تمام. وبناخد منهم برضو معلومات وبنقول لهم على معلومات واخد بالك ازاي عزيز. واحنا عايزين مصر تبقى احسن مصر ويا ريت نصدر قمح ما نستوردش ان شاء الله لان القمح المصري احسن قمحيه في العالم.